أعلنت الكنيسة القبطية ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي اللي زاروا دير الأنبا صموئيل في المنيا إلى 9 قتلى، بالإضافة إلى حوالي 20 مصاب. وزارة التضامن قالت في بيان رسمي إنها صرفت 100,000 جنيه لأسرة القتيل و50,000 للمصاب، بالإضافة لمعاش استثنائي لأسرة القتيل 1,500 جنيه. وزارة الصحة أوفدت هي كمان مديرة الإدارة المركزية للطب النفسي مع وفد من الأطباء النفسيين لزيارة أسر الضحايا. هنشوف مشاهد من الأحداث في المنيا ونرجع نكمل نقاشنا، وكل تعازينا وقلبنا مع أهالي الشهداء وأهالي المصابين. مدير الامن للمسؤولين في مغاغه، للمسؤولين في الدير، مكان اتنفذ فيه نفس المشكله السنه اللي فاتت، فازاي يتكرر تاني؟ عايز اقول ربنا يتدخل ويرحمنا ويهدي الناس الاشرار ويصبر المصابين واهل المصابين ويساعد الامن على اداء دوره. وتنضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة سالي توما، طبيبة نفسية وناشطة حقوقية. أهلا بك معايا يا سالي، وخالص تعازينا ليك يا سالي ولأهالي الشهداء والأهالي المصابين مرة تانية، وقلبنا معاهم. وفي البداية قول لنا، وقع الحادث المرة دي على الأقباط في مصر كان إيه؟ حاسين بإيه؟ بيقولوا البعض إيه؟ بيكلموا عن الموضوع إزاي؟ طيب، طبعا هي دي مش الحادثة الأولى. احنا يعني تقريبا يعني خلاص يعني شبه حصل تعود ان يعني في مجريات الأمور وفي الواقع السياسي المصري ان دي حادثة بقت يعني موجودة ومتواجدة على طول. طبعا زي ما اتقال في التقرير ان المكان ده نفسه حصل فيه حادثة شبيهة السنة اللي فاتت، بس ده بيرجعنا تاني طبعا لمشكلة التقاعس الأمني والتأمين، ويعني وحاجة أنا حابة أتكلم فيها عن إحساس الأقباط نفسهم. بس خلينا نبتدي الأول، إنه إحساس صعب كمواطن إنك مثلا يقع عليكي قتل على أساس الهوية، وتلاقي مثلا إن الإعلام بتاع الدولة بتاعتك مثلا في المنشطات الرئيسية بتاعته زي الأهرام أو الأخبار، يبقى المنشط الرئيسي بيتكلم عن الرئيس ومؤتمر الشباب، والثانوي بيقول إن الرئيس بينعي ضحايا الإرهاب. يعني ما فيش دولة في العالم ممكن نقول إن الإرهاب أو عملية إرهابية تيجي ثانوية بعد منشط رئيسي عن الرئيس أبدا. فدي بتوصل رسالة قوية، يعني رسالة قوية، إحساس إني مش مواطن في الآخر. فطبعا دي بتبقى حاجة نفسية صعبة جدا. كمان الإعلام، يعني ما فيش أي كان مؤشرات أو أي حاجة اتكلموا فيها امبارح مثلا غير مؤتمر الشباب. يعني اضطرينا إن احنا ندور على المعلومات ونبحث عن المعلومات، وبزيادة بقى للتقاعس الأمني اللي اكتشفناه بعد كده والساعات الطويلة اللي عدت، وإن ما كانوش واخدين أي أوامر بإطلاق النار وخلافه. يعني بعد كده انت ممكن تشوفي احساس الاقباط كمان من الجنازه نفسها. يعني لما الانبا ماكاريوس كان بيتكلم على شكر، يعني في الاخر كان بيشكر المحافظ وبيشكر رجال الامن وخلافه، تصاعدت يعني اشارات رفض كانت واضحه واصوات رافضه تماما، ومع ذلك كمل الاسامي برضه. فاعتقد ان الوضع نفسه صعب. احنا بقينا بنتكلم مش فقط على ان دي بقت حادثه عاديه، احنا بقينا بنتكلم ان احنا واقعين تحت مثلث انتهاك. يعني انا بسميه هو مثلث ليه اضلاع
ومهم جدا ان احنا نبتدي بقى نتكلم فيها كل مره، وكل حادثه بنقول هنبتدي نتكلم وهنبتدي نفتح الملف ده، وفي الاخر فعلا مفيش حاجه بتحصل. اقباط العريش اللي تم نقلهم كان للاسماعيليه بعد حوادث صعبه جدا، في الاخر اهو بصي عدى وقت قد ايه، هتلاقي منهم بعضهم يعني، وانا اعرف بعضهم بيقول انا ارحم لي اني ارجع العريش واعرض نفسي للقتل والموت عن المذله اللي انا شفتها بره بلدي، لان انا لما اتهجرت بالطريقه دي والدوله قالت انها هترعاني وقالت انها هتوفر لي فرص عمل وخلافه، انا عايش في ذل بره العريش. فوصلنا لهذه المرحله يعني. هي الدوله عملت ايه في الملف ده بمناسبه ان انت فتحتيه يا سالي؟ بمناسبه ان الحقيقه يعني كلنا يعني الحدوته كلها ضحايا ارهاب، والدوله بتقول هتعامل معاهم وهتمنع وهتسوي ومفيش حاجه بتحصل. فبما انك فتحت الملف ده، احكي لنا الدوله عملت ايه؟ هو اول حاجه ان هم يعني تم نقلهم اكترهم يعني كان للاسماعيليه، والوقت في مساكن غير مؤهله تماما يعني. طبعا الكنيسه كانت بتساعد في حاجه زي كده، وكانت الوعود وهنصبر ونعمل والوظائف وهننقل الناس والكلام ده، مفيش حاجه حصلت لغايه دلوقتي يعني. انا بقول لك ان معظم الناس بتحاول ترجع، او اللي مشي جه القاهره فعايش في ظروف صعبه جدا جدا في القاهره، لكن يعني حقيقه ما فيش حاجه حصلت في الملف ده. بس ومش متوقع ان حاجه تحصل يعني. فتحنا ساعتها كلمه التهجير القسري وان ده تهجير وخلافه، ما فيش. وهو نفس الشيء مستمر، ما هي طرق انتهاك مختلفه، واحنا عندنا القتل على اساس الهويه، وما فيش حد ناوي ان هو يفتح ويتكلم في ده. لو احنا هنقول ان الدوله في الاصل يعني هي المفروض انها تكون هي قدامي يعني، او قدام اي مواطن، هي المنتهك الاساسي يعني للحقوق دي، سواء مباشره او غير مباشره، بس هي مستفيده، هي مستفيده من التفرقه اللي حاصله، هي مستفيده بانها بتلعب دايما بورقه الاقباط دي في حته الحرب على الارهاب يعني. كل ما حاجه زي دي تحصل يبقى انا كده، انا الاقباط محتاجيني اكتر علشان احنا في حرب على الارهاب. فهي مستفيده، وده من زمن يعني رسخت للجهل ومفهوم الظلمه اللي احنا عايشين فيه ده. المشكله كمان في المعارضه ان احنا بنعارض الدوله، وكل مره لما احنا بنطلع ونقول الدوله هي المسؤوله، وده حقيقي احنا بنعارض الدوله، لكن قصاد المسيحيين بقى لو بتسالي برضو هم حاسين بايه، وهم بيشوفوا ان المعارضه برضو فيها تخاذل جامد. انا مش مختلفه قوي يعني عن النظام او الدوله، انا بسرعه جدا بدين الدوله وبطلع اقول ان الدوله هي المسؤوله، وده فعلا وحقيقي، لكن ما بتكلمش ابدا عن المجتمع، وهو ضلع مهم برضو في المثلث ده. المجتمع اللي محتاج يراجع نفسه، محتاج يراجع نفسه ان المواطن المصري المسيحي ما هوش أهل ذمة، هو مواطن مش في ذمة حد، ولا الأساطير اللي بتتقال على القسيس والأكل والحاجات الغريبة اللي بتتقال على الكلام ده، ولا أن أنا مضطرة أن أنا أقعد طول الوقت أقول على فكرة أنا ما بعبدش ثلاث آلهة ولا حاجة، ولا مضطرين أن احنا نفضل نتكلم طول الوقت في الدين. المجتمع بقى بيئة حاضنة فعلا للتطرف والإرهاب، لكن المعارضة مش قادرة أنها تخش وتتكلم في حاجة زي كده. طب وهي يعني قوي برضو المعارضة بتقول يا سالي أنا في إيدي، يعني المعارضة بتقول انا ما فيش في ايدي حاجه اعملها، انا مكبله، انا اي حد بينشط في اي حزب بنصحى بنلاقيه قلبه. ده حقيقي، ده حقيقي، وعلشان كده احنا علينا ان احنا نتكاتف في الحته دي. احنا كنا الاول دايما بنتكلم على فكره التغيير كهو تغيير شامل الاول، يعني لما تحصل ثوره ويحصل تغيير ساعتها نقدر نبص، وكنا بنسميهم الفئات، يعني الفئات المختلفه تطلب بقى مطالبها، وكانت لما الناس بتطالب بحاجات كان بيتقال دي مطالب فئويه، فكانت دي غلطه في وقت كان مفصلي ومهم. فدلوقتي علينا ان على الاقل نبتدي نفتح الملفات اللي بتسمى بالملفات الفئويه دي، لان ما هو غير كده هوصل التغيير ازاي؟ ملف المواطنه، ملف المشاكل اللي حاصله مع الاقباط، ملف مهم جدا، لان هو فعلا فعلا انا لو قدرت اغير حاجه زي حاجات كتيره جدا هتتغير. ما هو بس نيجي بقى للضلع الثالث اللي هو برضو مشكله بتعرقلنا، وانا بشوفها ان هي المؤسسات الدينيه بقى اللي هي يعني للاسف شديد بتخدم على النظام، هي بتمارس سلطه ابويه كبيره جدا على الشعب المسيحي في مصر، تحت يعني رايت ان انا برع مصالحكم، لكن في الاخر بتعرضينا للخطر، الخطر والصقر مننا كل مره. يعني هي حولت المواطن المصري المسيحي من يعني ان هو نصراني كافر يعني حسب الكلام اللي بيتقال،
ليه خصم سياسي كمان، يعني غير ان انا بتشاف بالطريقه دي انا كمان متشافه كخصم سياسي، فدي مشكله كبيره. مفهومهم عن ان انا كنيسه الشهداء، فكنيسه الشهداء فاذا ده حاجه جميله ان انا استشهد علشان كنيستي او استشهد علشان مسيحي، ما هو في الاخر ده برضو بيرسخ فكره ان اتس اوكي خلاص ما فيش مشكله، يعني هنفضل ندفع الثمن وفي الاخر خالص احنا اللي محتاسين في النص، ورقه تستخدم عند اللزوم ويتم التضحيه بيها في الاوقات الاخرى. فجي الوقت ان احنا فعلا نبتدي نبص على المثلث ده، لان اللي حاصل ده بقى كتير، وزي ما قلنا الغضب مش مفهوم بقى هيبقى غضب من مين، انا يعني غضبانة من الدولة ولا من المجتمع اللي رافضني ولا كمان من قيادات كنيستي يعني اللي بتعرضني لده وبتغمض عينيها تماما. يعني النهاردة لما قالوا لا على الاسماء الانبا ماكاريوس كمل، يعني زي ما نكون مش عايشين نفس الواقع تقريبا. فدي دي دي حاجه خطره، وفي الاخر يتقال ان المسيحيين هم اللي بيدعموا الرئيس وخلافه. لا، المسيحيين ما بيدعموش حد، في الاخر هم كانوا دايما مستنيين، ما هو كان بيتقال دايما من مبارك يا انا يا الفوضى والاخوان تيجي وهتعمل كذا وكذا، كل حد يجي يقول يا انا يا كذا، وفي الاخر خالص اللي بيحصل ان هي ورقه وناس بتدفع ثمن دم، وفي الاخر كمان ما هواش دم حد عنده استعداد قوي ان هو ينزل ويناضل علشانه لو هيتكلم شويه ضد الدوله، لكن مفيش حلول جذريه، مفيش ان احنا نتكلم ونقول نوقف ده. يعني امبارح كلام كتير قوي حتى يعني من منطلق ان الناس بتحاول تبقى لطيفه وكويسه وتقول لا مش مفروض نعامل اهل الذمه كده، لا مفيش حاجه اسمها اهل الذمه، احنا مواطن مصري وانا مفروض برسخ للدوله المدنيه، انا مش احنا مش في دوله دينيه، لكن هي للاسف الشديد دوله دينيه، هو الحقيقه انها دينيه يعني من اولها لاخرها، هي دينيه طائفيه طبقيه عنصريه ذكوريه يعني من المقام الاول، وده شيء واجب بقى ان احنا نبتدي نتكلم فيه. فالموضوع طبعا مركب جدا وفي تدخلات كتيره جدا في بعضها، بس اعتقد ان جه الوقت ان احنا نبتدي نفرز ونفلتر ده ونبقى بقى يعني ايه حقيقيين مع نفسنا. يعني احنا عندنا مقوله في مصر بتقول صباح الخير يا كنيسه واللي في القلب في القلب، اوكي فدي يعني حاجه تقول كتير قوي. خلاص لما انا في ناس تموت في بلدي وما يتحطش شاره سودا في الاعلام عندي او يبقى في حداد ايا كان هو ايه، طب ما انا بوصل ان الناس دي ما هياش مني. لما اقول كلمه الاخوه الاقباط اوكي عليهم او الاخوه المسيحيين في التلفزيون او الاعلام، الاخوه بتوع مين يعني، هم اخوه مين؟ هو لما حتى لما يطلع رئيس او لما يطلع حد من الجيش او من الشرطه او كذا ويقول الاخوه، هو المؤسسات ليها دين؟ هو انا المفروض المؤسسه العسكريه دي مؤسسه اسلاميه فالمفروض ان انا اقول على المسيحيين اللي ماتوا دول اخوه او خلافه؟ فالمسيحيين والبدو والنوبيين دول هيبقوا للأسف الشديد مشكلة أمن قومي وأمن وطني، ودي ملفات هم شبه يكون عند الدولة دي إن هم يعني مشروع خاين، إن هم مش ما عندوش ما بيديش الولاء للدولة المصرية تماما، لأن هو مش ذكر مسلم سني. كل الكلام ده دي حاجات كتير بنتكلم فيها من فترة طويلة، ان التمييز ده تقاطعي، يعني في نظريات ونظرية اسمها التقاطعية في التمييز، ودي لازم ان احنا نبتدي نفكر فيها، هي متشابكة، والمسيحيين للأسف الشديد وبالذات اللي جايين من الصعيد ومن الأماكن الأكثر فقرا يعني هم اللي في حفرة التمييز دي، فبتلاقي برضو ناس بتقول لا ما كلنا مستهدلين كلنا كذا، فده برضو خطاب مش صح ومش مظبوط. كلنا كذا، لكن معلش انت ما بتموتش على اساس الهويه، انت بتتعرض لمضايقات كتيره جدا وبتتعرض لانتهاكات كتيره جدا من دولتك، بس في الاخر مش بيحصل ان دولتك بتسيبك تموت على يعني على اساس الهويه. انا وقت حادثه القديسين وده بقى من سنين خالص، يعني كان في فيديو طلع وبعدين اتشال على طول طبعا، عند دخول رجال الأمن للكنيسة عند القديسين كان في طبعا الجثث والقتلى يعني في برا قصاد الكنيسة، فكان في واحدة موطية على باباها فكانت بتفوق بس هو كان مات، فواحد من رجال الأمن داس عليه اوكي، فراحت هي قالت له اوعى ابويا، فرد عليه رجل من الأمن، وانا بقول ده فيديو موجود اوكي، وانا لما شفته كسرني، رد عليه قال له ده لحم كلاب، عدي عدي ده لحم كلاب. نفس الفكرة اتقالت في ماسبيرو
اوكي يعني ما احنا في ماسبيرو كان بيتقال قلبنا الكفرة. معاكي يا سالي، وقلبنا يعني مع اهالي الشهداء، ويعني نتمنى المصابين يخرجوا بالسلامة يا رب من المستشفيات. شكرا ليكي سالي توما، طبيبة نفسية وناشطة حقوقية، شرفتينا يا سالي.